السلام عليكم. السؤال بيقول: لو انا مش حديث التخرج وعندي خبره متوسطه وبشتغل ريفت، بس طبعا مع ان شغل البيم ما كانش منتشر، لو محتاج ادخل في البيم في صعوبه او هبقى اقل من اللي زيي، هيبقى اسهل بكتير جدا ان انت تتعلم لان انت عندك التكنيكال ما شاء الله كويس. طب ابدا ازاي؟ اي مشروع عندك حتى لو مش مطلوب فيه بيم ابدا انت اعمله بيم، اعمله 3 دي حتى لو مش مطلوب، ده هيسهل لك كتير جدا ان انت تتخيل المشروع، تتنبأ بالمشاكل قبل ما تحصل، استغل الشغل بتاعك حتى لو طلب منك اي حاجة ممكن تعملها 3 دي ليك انت، ده هيوفر لك وقت وهيوفر لك جهد وهيسهل عليك الشغل بتاعك وهيديك خبرة كويسة.